السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد مع صفحة جديدة page 55. درس اليوم حول النطق. I pronounce. I listen and repeat. I listen and repeat. أسمع وأعيد. Green. Vet. 10. 15. Greet. Pet. I repeat. A green. Vet. 10. 15. Greet. But إذا تلاحظون هنا عندنا صوتين، عندنا هنا تن green e e green e vet a a vet a. الآن نذهب إلى تطبيق صغير. Task 4. I throw the ball in the right hop. عندنا A. عندنا E or I. E. E. مثلا red. 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 هذا ينطق A red. الكلمات هي pet 15 10 green vet greet. أعيد. pet 15 10 green vet greet. نفكر في التمرين وسنعود بعد قليل. إذن نقوم بحل التمرين. هو الكلمة pets. pets طبعا هي هنا pets. pets 15 15 E 15 هنا 10 10 طبعا هي هنا في A. green green هي في السلة B. vet 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 هي هنا أي. وأخيرا greet 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 في B. إذن إلى هنا نكون قد أكملنا هذا الدرس في I pronounce أنطق. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.